لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا رسول الله. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله. صلى الله عليك وعلى جدك وأبيك وأمك وأخيك والتسعة المعصومين بنيك يا رحمة الله الواسعة. ويا باب نجاة الأمة كربلة. سادتي يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. إذا ما سقى الله البلاد إذا ما سقى الله البلاد فلا سقى معاهد كوفان بنوء المرازم. أتت كتبهم في طيه كتائب وويلا. أتت كتبهم في طيه كتائب وما رقمت إلا بسم الأراقم. فلو عرض للطفل حل برأسه فلو عرضت للطفل حل برأسه بياض مشيب قبل حل التمائم. أن اقدم إلينا أبو علي يا ابن أكرم من مشى أن اقدم إلينا يا ابن أكرم من مشى على قدم من عربها والأعاجم. فشد بمأمون الرسالة صحبه
له صحبة والآيال من نسل فاطمي لحقه محمد خلف الضعين ينادي في أمان الله لسان حاله يقل ودعتك الله يا حمى الخايف يا صنديد قل لي يا ابو السجاد وين تعيد العيد لوين شايل يا عزيز بهالضعينة مقدر يا خويا ارجع بلياك المدينة وانظر بيوتك خالية وبنتك حزينة يسكون المدينة من بعدكم صاير مشي قال لي انا ادرب قلبك من الوجد مجروح لكن عقب حجك يا خويا سافر وروح سكن بواجي بنت اخوك وخفف النوح والخبر لكم من طرفنا ما هو بعيد كان انتصرنا يجيك مكتوب مكتوب السلام وإن كان انذبحنا لازم ترد هل وبيني وبينك حمرتي الدنيا وافعل يا خويا من البوا إنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون قوله سبحانه وتعالى في محكم كتابه وجليل خطابه بسم الله الرحمن الرحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون آمنا بالله صدق الله العلي العظيم ربنا إني أسكنت من ذريتي دلالة على أن إبراهيم أسكن من ذريته يعني بمعنى
جمع من ذريته، يعني ما انتقل إبراهيم بذريته ككل مو بأهله، أكو أهل ذرية، ذرية يعني من الصل، الذرية يعني الول، من ذرية ضمنها الزوجة باعتبار أن الزوجة يهجرها مع ابنها باعتبار الابن طفل صغير رضيع، فأهجر هاجر مع إسماعيل، هاجر ليست داخل في ذريته ولكن أهجر من ذريته هذا الابن، وأمه باعتبار احتياج الابن إلى الأم في الرضاعة وضرورة وعدم استغناء الطفل إلى أمه وإلى صدر أمه، طفل محتاج إلى صدر أمه، ولهذا تجد أصحاب العلوم النفسية وباحثو العلوم النفسية وأسباب كثرة الانحرافات، يعني العلم الاجتماعي حملت مسؤولية العلوم الاجتماعية ومصلحة المجتمع، هذا بحثوا وجدوا أن أسباب انحراف الأطفال وأسباب الانحراف العقلي بعد الخلق وأسباب أيضا الانحراف العقلي المتطرف، يعني على الحافة، يعني مو مجنون لا، ولكن ما عنده عقل، ما عنده تقبل للأشياء ولما يدور من حوله، عدم مبالاة بما يدور من حوله، هذا لما أن يصل إلى حد الفطنة والبلوغ هذا يذهب أدراج الرياح. من هالأسباب كلها وجدوا أنه مو الأب، الأب وإن كان عنصر وطريق تؤدي إلى حسن سلوك الابن من باب التربية، من باب التهذيب والأخلاق والدين، لكن مع ذلك الأم أكثر، الأم أكثر، لهذا تجد الأم مدرسة إن أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق، جانب إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، أخلاقها ما بقيت، الأخلاق تبقى، أما إذا ذهبت الأخلاق ما صاروا بشر، ما صاروا أمم. فشاهدي علاقة الابن بالأم وحنان الأم على ابنها رابطته بالتربية. كثير اليوم من الأمهات مع الأسف لبالها إهمال الطفل، يعني عدم النظافة، ابتعادها عن النظافة تجاه ابنها، هذا لبالها هو الإهمال، عدم توفر ما يحتاجه الطفل هذا لبالها الإهمال، عدم إيجاد المكان البيئي المناسب المواكب للزمان لهذا الطفل يقول لك هو الإهمال، ولهذا تجد الطفل صغير بعد ما يتقبل الأشياء أمه تريد تتخلص منه، شو تسوي به؟ أبوه يريد يتخلص منه، شو يسوي به؟ يدفعه إلى الحاضنة أو يدفعه إلى الحضانات، أكل يوم طريق أخرى أيضا يقول لك الحاضنات أو الحضانات، الحضانات شو تنمي عند الطفل؟ تنمي عنده على أنه يقرأ ويكتب ويعي الأشياء، لو لا زين. آباؤنا وأجدادنا كانوا ينمون الأبناء وينمون البنات عقليا وتهذيبيا، يدفعونهم إلى من؟ يدفعونهم إلى من يعلم القرآن، يعني تصير البنت طريقها وأسلوبها من البيت إلى القرآن ومن القرآن إلى البيت، أساليب تطور الزمان وطلب ثقافة الزمان اليوم وطلب العلوم اليوم تستدعي أن البنت تخرج من وين؟ من البيت وتحتك في الطرقات وترى الرجال والرجال يرونها وترى الفتيان والفتيان يرونها
ويوم نزهة ويوم رحلة زين ويوم اختلاط ويوم أسواق. هذا يقول لك ما يخالف، كل ظروف الزمان تفرض عليها. أنا معك، هذه طريق ليست طريق أساسية في انحراف الابن والبنت، مو طريق أساسية. لكن ما نقول مثل القاعدة اللي رسخوها في أذهاننا، الحجاب يقول لك ليس الحجاب أساس شرف الفتاة. ليش؟ يقول لك لأن أكثر المتحجبات، هذا درع أخذه واقي مع الأسف، كثير اتخذوا الحجاب درع واقي، إما أنه موضة تأخذ الحجاب موضة زين، أو أنها لا تفعل القبيح فتستتر. بماذا؟ بيش تستتر؟ بالحجاب لو لا؟ الحجاب أخذت مو اقتناع يسترها ويبعدها عن الاختلاط وعن تغريز النظر من قبل الرجال الأجانب في وجهها بشهوة أو بغير شهوة، أو يعرفونها ابن فلان أو ابنة فلان، لا، وإنما أخذته لألا تعرف هذه فلانة. يجونك ذولا اللي يرفضون الحجاب كليا يطعنون في الحجاب من هالجانب، يقول لك كم من وحدة، كم وحدة، مئات الفتيات متفسخات ما عليهم حجاب لكنها شريفة. بالله عليك أي شرف؟ الشرف إيش نمونته؟ الشرف تبدي شعرها وتبدي زينتها. الله جل وعلا منعها حتى أن ترفع جلبابها أو رداءها أو ثوبها عن ما أعلى رجلها، قدم الرجل. ليش؟ حتى لا يبان خلخال في رجلها، ما يبان. ولا يضربن بشنو؟ بأرجلهن. ليش؟ ليش ولا يضربن بأرجلهن؟ خاف أن في الرجل شنو؟ حلي. هذا الحلي تخرج منه أصوات، الأصوات يعني معناته لفت نظر، لفت النظر يعني معناته إغراء، يعني تعميق. ولهذا النبي صلى الله عليه وآله قال: لعن الله امرأة خرجت من بيتها فرأى الناس ما في رجلها. قيل: وما ذاك وما في رجلها يا رسول الله؟ شنو اللي في رجلها؟ قال: الحناء. تخلي حنة برجلها وتخرج بالطريق زين، ويرى الرجال الأجانب في رجلها الحناء. ولهذا ولا يبدين زينتهن إلا بس. فهالسلوك المتبع اليوم صحيح مو وسيلة أساسية، ولكن به نوع. فاليوم يقول لك أرباب التربية الاجتماعية أن أكثر انحرافات عقلية وخلقية ونقص نماء تفكيري بالعقل ابتعاد الأمهات عن حضانة أبنائهن وهم صغار، وهم صغار. الإسلام لما أو القرآن لما حث على رضاعة الابن حولين كاملين، يقول لك لا يخطر بشكل المرأة، يذهب جمالها، سنتين ترضع طفلها زين، صدرها يتغير، ثدياها يتغيران، صير ما إلى الزوج والبعل تقبل إليها. بالعكس، فأهجر من ذريته، يعني جاب الأم مع الابن الرضيع بواد غير ذي زرع، إشارة إلى غير ذي زرع. ليش ما قال غير ذي ماء؟ يعني إذا ما بي زرع يعني ما بي شنو؟ ما بي ماء. زين، إذا ما بي زرع يعني ما بي حيوان. شوف، إذا ما بي زرع يعني ما بي طير، إذا ما بي زرع ما بي ماء، يعني حتى الإنسان يستوحش من البقاء.
توضيح لعظم بلاء إبراهيم وفداء إبراهيم لعقيدته، ومن أجل هدف يريد يوصل إليه، ييتم طفلا ويرمل امرأة. الواقع تيتيم وإرمال هو بالشام أو ببيت المقدس، وهاجر وطفلها بذلك الوادي غير ذي زرع. يريد يراويك أن لازال أكو أناس صحيح يريدون يقون دينهم ويفدون دينهم وعقيدتهم، ولازال أكو أناس يتقبلون أمر الله ويستسلمون إلى الله ويفدون مجتمعهم بكل غال ورخيص، يفدي المجتمع بكل غال ورخيص، يخلي طفل مع أمه بواد غير ذي زرع ويترك شيعته وأنصاره في بيوتهم يعيشون رغد العيش، وزوجته وطفلها بصحراء قافلة لا يمر عليهم طير ولا حيوان ولا إنسان. تعال إلى النساء، تعال إلى المرأة، وقوف المرأة. قالت هاجر لإبراهيم: يا إبراهيم ارجع لشيعتك وقومك. الله جل وعلا جعلك نبيا حتى تبشر، يعني حتى الدقيقة محسوبة عليك. انت جئت بني هنا من بيت المقدس او من الشام، شوف المسافة الى هذه الوادي، ارجع سريعا لا تضيع الوقت. وكيف اتركك؟ يختبرها الزوج، يختبر زوجته. اليوم لو الزوج يختبر زوجته ان شان الطلقة، قبلتهم نساؤهم، يعني مو يخلي المرأة أمامه ويصلي، لا، قبلتهم نساؤهم، يعني كل حواسه وكل تحركاته وكل مستلزماته وكل أوقاته ونومه وسيقظته كل بيد من؟ كل بيد المرأة. الشور بيد من؟ الشور بيد المرأة. يطلع لو ما يطلع، يروح لو ما يروح، يزور أبوه، يزور رحمه، يدفع، ينطي، زين، كله بشور المرأة. أول ما أنا شوري بيد مرتي، شاهد. أصبحت المرأة هي الرجل والرجل هو المرأة، وانقلب المعيار وصار الرجل فرد غير عامل في المجتمع، وصارت المرأة هي العامل وهي المدبر. وقل لك العمل مو حرام، وقل لك أنه نساء في الإسلام عملنا في عهد النبي، في عهد آل البيت، صحيح عملنا، لكن تعرفوا شلون عملنا؟ قايس وقيس زمان النبي وعمل المرأة في زمان النبي صلى الله عليه وآله، وقيس زمان اللي تشتغل فيه زوجتك وبنتك. شوف شنو هو الزمان، هو هي الوسائل، هي هو المجتمع، هو لو المجتمع مختلف ومن قلب المعايير اللي ما تسمح لي أن أترك ابنتي وزوجتي في العمل، طبيع المعايير من قلبه. اختبرها: كيف أتركك وأرجع إلى سارة وخليش بهالوادي؟ قالت: إن الذي أمرك، شوف اللي أمرك تجيبني، أولى بي وبطفلي منك. أولى، هذه بالله عليك مرة يوم اللي زوجها لا يجد قوتا تزمخ بوجهه، لو تعبس في وجهه، لو تتركه أو تهجره في فراشه، مثل هالزوجة هذه: إن الذي أمرك
أولادي وبطفلي منك يا إبراهيم. نوع من أنواع الفداء. إجا إلى قومه، أول مجاهد في سبيل الله إبراهيم، جاهد الروم لما أن أسروا لوطا، لما أرسل لوط إلى قومه الروم أسروه، لما أسروه الروم أرسل إبراهيم الرسل يبحثون سجن الروم ما ينعرف وينه، بحثوا جاءوا به الأخبار، قالوا إلى عند الروم جهز جيش يريد يخلص لوط من يد الروم. بلاه الله جل وعلا بأهله وبعشيرته، أوقدوا النار جمع الخشب وخلوا سدنة الأصنام، سدنة الأصنام أخذت الشيع بين الرجال بين النساء، اللي عندها نذر تنذر إلى شنو؟ إلى حرق عدو الآلهة. ما محتاجين اليوم إلى ذبح وإسالة دماء وفداء وكفارات ونذور سوى الخشب. وأخذت النساء والرجال ينذرون إلى النار الخشب. وجمع الخشب وأوقدت النار، وإبراهيم جاء لينذرهم، يرفع النقيض اللي عندهم. ولهذا علي بن أبي طالب سلام الله عليه يقول: لو كان الفقر رجلا لقتلته. اليوم لو إجا علي بن أبي طالب ماذا يقول؟ يقول: لو كان التلفاز رجلا لقتلته. اليوم أمير المؤمنين لو جاء قال: لو كانت الجرائد الأيام والخليج رجلا لقتلته، لأن هذه الوسائل الإعلامية القاتلة المدمرة للمجتمع، ثلاث وسائل: التلفاز والأيام والخليج، هذه ثلاث وسائل في بلدنا في مجتمعنا مدمرة، كذب وزور وافتراء، جامعة حاوية متناقضة في يوم واحد، في جريدة واحدة، في صفحة واحدة، إعلانان: إعلان عن وصول داعية من الأزهر، ستقام ندوة بالجامع الفلاني الساعة الفلانية للرجال، وهناك مكان مخصص للنساء، وسيلقي المحاضرة فضيلة الشيخ فلان بن فلان الأزهري الساعة كذا والدعوة عامة. هذا إعلان. بجنب إعلان آخر: دعوة لوصول المغني الفلاني بالساعة الفلانية بالفندق الفلاني، ترفع الستارة الساعة كذا، تباع التذاكر بشباك كذا، زين، الحجز على التلفون كذا، المغني مصري والمحاضر مصري، زين، والله أعلم اثنينهم جايين في طائرة واحدة وجالسين تحت كرسي بكرسي واحد. هذه المتناقضات، هذه وسائل الإعلام. شوف هذا إذا ياخذها الشاب يقرأ اليمين ويقرأ الشمال يصير حاير لو مو حاير، يشوف أيهما على حق، هذا على حق لو هذا على حق، هذا الأسلوب الإسلامي لو هذا الأسلوب الإسلامي. زين، وتطور بعد تطور تشوف شبابنا لا يندثر يبتعد عن الدين نهائيا، ما يصدق أن يوم من الأيام في دين، يوم من الأيام بعث نبي، يوم من الأيام موجود قرآن، يوم من الأيام موجود أبد، يروح عقله ويروح ضميره وتروح عقيدته. واحد بعد واحد ونصيب عصابة كاملة ضد الإسلام، نصير قريش، نمثل قريش. ليش ما يقبلون بالحسين؟ ليش ما يقبلون؟ صحيح ما يقبلون بالحسين، الحسين ما عنده الطرهات هذه، والحسين ما عنده المسخرات وهالاستهتارات
الحسين عنده كلمة واحدة: إن كان دين محمد حتى بالقتل. يا إبراهيم ألك حاجة؟ جبرائيل ألك حاجة؟ قال: أما منك فلا، وأما من ربي فنعم. أبو علي إيش تطلب؟ مال، جاه، نفوذ؟ خاطب ربه، ما يحتاج يجيه الخطاب، هو خاطب ربه، قال: إلهي تركت الخلق. الجواب حاضر عند الحسين: إلهي تركت الخلق طرا في هواك، وأيتمت العيال لكي أراك، فلو قطعت يا رباه إربا. خلي ينزل علي وعلى رأسي بلاء الرسل وبلاء الأنبياء، وشدة الرسل وشدة الأنبياء، أنا إذا ما أقتل ما يبقى إلى الدين حرمة. إلهي تركت الخلق طرا في هواك، وأيتمت العيال لكي أراك، فلو قطعت يا ربا إربا، فلو قطعت يا ربا إربا لما مال الفؤاد إلى سواك. أمر بأبي وأمي أصحابه أهل بيته، وحلوا من إحرامهم، وخرج بأبي وأمي سالكا القفر إلى العراق. كان عبد الله بن جعفر لاحقا بالحسين من المدينة ومعه أولاده مكة، بينما وكذلك وإعداء أحد أولاده قال: أبتا لقد دهينا بمصيبة. قال: ماذاك بني؟ قال: أبتا إني أرى غبر ثائرة من طريق مكة. قال: ما معقولة الحاج الآن بمكة والتروية، كيف يخرج الحاج أو يخرج أحد من مكة؟ لعله ضعن قادم إلى مكة. قال: لا والله أبتا، الغبرة تقترب منا. قال: ولدي انزل واصعد على ربوة واتني بالخبر. جاء أحد أولاده صعد على ربوة، أخذ يطيل النظر، جاء إلى أبيه مسرعا، قال: أبتا لقد انكشفت الغبرة، فرأيت ضعينة ونياق وعليها هوادج. قال للآخر: أطيل النظر واكشف لي الخبر. جاء الآخر إلى أبي، قال: أبتا بلى، هذه ضعينة والرجال عن يمينها وعن شمالها. قال للآخر: ولدي أطل النظر وصحح لي الخبر. جاء إلى جادة الطريق، اقتربت الضعينة من ذلك الفتى، جاء مسرعا وهو ينادي: أبتا. قال: بلى البني. قال: حق لك أن تلطم على رأسك. قال: ولماذا؟ قال: بل اقتربت مني الضعينة، فرأيت خالي الحسين أمام الضعينة، ورأيت العباس عن يمين الضعينة، ورأيت أبناء الحسين وأبناء إخوته عن شمال الضعينة. نادى: خذوني، وهو ينادي: وحسينا.
من مناد وإماما يا بوي من مكة طلع يا خير البرية يا بوي من مكة طلع يا خير البرية شما عندهم أعلام من الشرايا وعندهم محام وإن صدق ظني هالمحايا من للعقايا وعندهم سيوف مشهرة بحد هالمني يفتر على برود الضعينة وسيف بشمال وشايل البراق يمينة والراية البيدة أظنها حيدرية معلوم هالصنديد جن البطل عبا ظنوة ابو الحملات حيدر صعب الامراس مظلل على الهدج وظن فيه السجية وفيهم اولاد اثنين كل واحد بدر دام حلوة شمايلهم وظنهم اولاد اعمام واحد اظن الاكبر واحد اظن جسام كل ما نظرت لهم تريد روحي علي سبع المعالي يا بي وحق اللي بنى سبع المعالي هل على الميمون جن حسين خالي يا بي وحق اللي بنى سبع المعالي اللي على الميمون جن حسين انظر يا ابويا غرتت اصطع قبالي نور النبوة يلوح من وجه الشفية نادى الابو بابنه ودمع العين سال
سفاح شان الخبر يا ابن صدق عزنا تراح. إلهي تقبل عزانا، شافي مرضانا، ارحم ضعفائنا، وفقنا لما تحب وترضى. خذ المؤسسين جماعتي الحاضرين، ارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات، ومن مات على الإيمان نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة تسبقها الصلوات.